عودي معكم للمتابعة. طبعا مش لأول مرة ضيفتنا بالاستوديو سيدي بانا أبرسلي، مدير عام شركة بويكر لبنان. أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية. أول شيء مهم جدا وخاصة بالأجواء اللي نحن عايشينها أنه تفوتوا على كل محل، يعني هيدي بيتينا. بعدنا عم نقول امبارح راجعين من المطار وحد بيوتنا وببيروت كلها روايح، يعني كله هيدا عم يفوت لجوا. طبعا التعقيم مهم جدا مش بس بالبيوت، كمان وين عم نودي اولادنا، ان كان بالمدارس او ان كان بالحضانات. اليوم حديثنا رح يكون عن الحضانات واهتمامكم والبرنامج اللي مخصصينه للاولاد. خلينا نبلش اول شيء المعايير اللي لازم تاخذها كل حضانه لانه تكون حضانه نقدر نبعد عليها اولادنا. اوكي، مثل ما بتعرف جوزيف هلا اكثر الاهل صاروا عم يشتغلوا نساء ورجالا، يعني وخاصه النساء، فالكل صار بحاجه انه يحط اولاده بدار حضانه يكون على القليل مأمن، انه بهالمكان في سلامه، بيقدر يحط ابنه بمحل امن سليم، ما عم يتعرض لحوادث، ما عم بيصير في عنده اي شيء اللي ممكن يلقط من خلاله امراض. صحيح. من خلال هيدا الشيء شركه بويكر قامت مع الهيئه الملكيه المعتمده ببريطانيا للصحه البيئيه بتكوين او بانشاء بروجرام متكامل جدا خاص لدور الحضانه وللبري سكولز بالمدارس. هذا البروجرام اسمه سيف تشايلد كير سيرتيفيكت. هذا البروجرام بيضمن، هو شهاده عالميه معتمده من بريطانيا مثل ما حكينا، هذا بيضمن او بيامن على القليله الحمايه والسلامه للطفل بدار الحضانه من خلال عده عوامل. منا اول شيء بينعمل تقييم عام للحضانة على السلامة العامة، على النظافة، على كيف بيعملوا عمليات التطهير والتعقيم، على شو بيستعملوا أدوية، إذا موضوع سلامة الغذاء، لأنه بتعرف كل الحضانات صاروا هن بيطبخوا الأكل، أو إذا الولد بيجيب أكله كيف بيسخنه، كيف بيحفظ الأكل. هيدول الأمور كلياتها، سلامة المي، حوادث العمل اللي إنها ممكن تصير بدار الحضانة. سو بينعمل تقييم كامل لهيدا الشيء، والاستشارية من شركة بويكر بتصير بتعطي الملاحظات وين في محلات فيها غير مطابقة مثل ما بيقولوا، لحتى نشوف كيف فينا نحسنها ونحن بنساعدهم بهذا المجال. طبعا ونحن بنعرف كنا بعد من شوي عم نحكي مع دكتور ألفريد عن المناعة عند الأطفال بتكون بعدها ضعيفة جدا، مش قوية، لازم نهتم بهذا الموضوع هذا، وهون بهالطريقة بنكون عم ننمي لهم جهاز المناعة اللي عندهم وما نعرضهم للأمراض. مظبوط. صحيح. بتفوت من عندكم فأذن مستشارة أو حدا لأنه يشوف المحل وقت يشوف الحضانة واكتشف شو بده يكتشف حتى تجي بويكر تشتغل. اكشلي هو بلش البروجرام من مجرد ما عملنا تقييم، التدقيق الاولي. نعم. من خلال هيدا التدقيق نحن بنعطي الملاحظات وبنعطي الرابور الكامل لصاحب الحضانه، وبنقعد نحن وياه بنشوف شو الاشياء اللي لازم تتحسن. هاي اول مرحله، وهيدا التدقيق بيرجع بينعمل دوري مش مره واحده، يعني بيرجع بينعاد 3 مرات او 4 مرات. عدا هيدا الشيء والاهم اللي هو برنامج التعقيم والتطهير اللي عم ينعمل لكافة أنحاء الحضانة، يعني بيتعقم المكان بكامل، بتأمن بيئة نظيفة خالية من الميكروبات كلياتها. نعم. بتخفف من انتقال المرض أو الجراثيم من طفل إلى تاني. أوكي. بيتعقموا الحمامات، بيتعقموا الفرش اللي بيناموا عليهم، بيتعقموا الألعاب، تعرف الولد بيلقط هالطابة بيرجع ولد تاني يلقطها. صحيح. سو بينعمل تعقيم طبعا مواد سليمه جدا، ما بتاذي ما ابد، هيدا اهم شيء. عدا هالشيء واللي هو اهم كمان، انت بدك تشتغل على كفاءه المعلمات اللي عم يشتغلوا بالحضانه، عم نحكي من ناحيه السلامه مش من الناحيه المهنيه، من ناحيه السلامه. سو بينعمل تدريب كامل للمعلمات يلي موجودين بالحضانه على كل اسس السلامه يلي لازم يكونوا عم يتبعوها. نعم. كيف نتفادى حوادث العمل، كيف ممكن تجي وكيف يعني بنتفادى، كيف منأمن سلامة الغذاء بالمطابخ، كيف منحضر الأمور مثل اللي بحضر بيبرون، اللي بحضر الأكل، كيف بتكون عم نغسل، عم نعقم، شو البروسس كلياتها بأي محل اللي ممكن يكون فيه جراثيم، كيف نكون نحن عم نتعاطى معه. طب عفوا معنا هلا اللي عم بصير، معلش رح نحكي عن الوضع، عم نحكي عنه كتير بس لأنه هيدا واقع، هيدا الوضع الحالي اللي عم بصير هلا، رحت زبالة وهالقصص اللي بتفوت. صح. على البيوت او على الحضانات. هذا البرنامج اذا تبع مثل ما لازم نتفادى
نتفادى الى حد ما. انا مش عم اقول لك انه نحن بنقضي عليهم 100% لانه بالنهايه عم بيروحوا ويجوا، بس نحن بنخفف من نسبه الامراض بنسبه كثير عاليه. نعم. بنخفف من غياب الاولاد بالجاردوري، والدليل انه هالحضانات اللي عم يشتغلوا على برنامج سيف تشايلد كير سيرتيفيكت تبع بويكر عم يعطونا فيدباك انه السنه عدد الاولاد اللي عم بيغيبوا كثير اقل من السنه الماضيه. سو هيدا دليل انه عم نخفف من انتقال الامراض بين الاولاد. هلا الريحه اللي عم تطلع من النفايات الموجوده هي من الجراثيم، الجراثيم هي اللي بتسبب الريحه واللي نحن عم نشمها، سو هذا دليل انه البيئه مانا نظيفه مثل ما كلياتنا بنعرف، اتليست بهالمكان يلي الاهل بده يحطوا اولادهم فيه لفتره زمنيه طويله، سبع ساعات، ثمان ساعات، كون عم نأمن له سيفتي على القليل، سيفتي وهايجين براكتسز يلي بتخفف من انه كمان هو يلقط جراثيم من هالمكان يلي عم بيقضي فيه وقت طويل. السيف تشايلد كير هو مدعوم من وزاره الصحه طبعا. مدعوم من وزارة الصحة، سنة الماضية نحن أطلقنا هذا البروغرام. نعم. وكان برعاية وزارة الصحة، وكتير أثنوا على على هذا البروغرام لأنه بهمهم أنه يكونوا هالحضانات عم تتمتع بسلامة عامة، ومثل ما شايف يمكن عم يبرموا وعم بيشوفوا وعم بيدققوا على هذا الموضوع. سو هالحضانات اللي عم تشتغل على البروغرام سيف تشايلد كير سيرتيفيكت عم بتأمن أنه أنه هي مطابقة، أنه هي عم تهتم بموضوع السلامة والهايجين للأولاد، عم بتأمن لهم واجباتها من هيدي الناحية، وبنفس الوقت نحن كمان الأهل اللي حاطين أولادهم عم نوصل لعندهم، عم نعمل لهم توعية كاملة، عم نكون عم نتعاون معهم، عم نعمل مثل ووركشوب نحن وياهم، ونضوي لهم على الاشياء يلي كمان هن من ناحيتهم يمكن لازم يكونوا منتبهين لاولادهم عليها. طيب مدام بانا، الاهل بيجوا على الحضانه بيشوفوا انه الارض نظيفه والطاوله نظيفه، بس هيدا ما بكفي، في كيف بدهم يعرفوا انه انتم مرئين من هونيك او هالحضانه عندها المواصفات اللي فيهم يحطوا فيها اولادهم؟ هلا نحن الحضانات اللي عم تشتغل معنا اذا جابت العلامه يلي لازم تجيبها لتاخذ الشهاده، نحن بنعطيها شهاده سيف تشايلد كير سيرتيفيكت يلي في عليها مثل ما شفت Chartered Institute of Environmental Health، يعني الهيئة الملكية المعتمدة للصحة البيئية ببريطانيا، وشهادة بويكر ومع التاريخ، لأنه هون في استمرارية، أنا ما في أعطيها مرة واحدة وخلصت. نحن بأي وقت منلاقي أنه هالحضانة بعد 3 أشهر 4 أشهر ما التزمت بالكرايتيريا اللي نحن أعطيها، قلنا حق أنه نسحب الشهادة، وهيدا بالاتفاق الأولي. هيدا البديع اللي صحيح. ممكن يأخذ الكادر ويفرجيه مثلا انه انا عندي اياه، بس ممكن انه بشتغل معكم اول سنه ووقف. مزبوط، كرمال هيك نحن بنحط السنه، ونحن هاي خلال هالسنه بنكون عم نتابع على طول. نعم. سو اي وقت نحن بنجي لعندهم تدقيق بيكون مثل كشف بدون ما نعطي خبر، يعني كبسه بيقولوا لها. نعم. فبنجي لعندهم وبنشوف نحن اذا بعدهم مطابقين، طبعا هي الشهاده بتضلها معلقه عندهم، اذا لقينا في محلات نحن النيرسري بطلت ملتزمه بالمعايير كلياتها، هون ساعتها نحن قلنا حق نقول لهم انه هيدي انتم ما بقى يعني. طيب عم بس بتفرجي المستقبل. بما انكم مدعومين من وزاره الصحه، في حساب للحضانات اللي ما عم تتبع النظام اللازم؟ مثلا مش ضروري يكون عم تشتغل معكم، ولكن يكون ما عندها المواصفات. مش من ناحيتنا، هيدي شغله صارت وزاره الصحة والدوله، نحن من ناحيتنا عم نشتغل مع الحضانات اللي هي راغبه انها تحسن وتشتغل على موضوع السلامة والهايجين والتعقيم وكل هيدول الأمور. نعم. سو نحن من ناحية استشارية عم نشتغل معهم، بس هيدا البروجرام مدعوم من وزارة الصحة لأنه عم بيأمن كل الكرايتيريا والأشياء اللي طالبتها لحتى يكون المحيط سليم وآمن وخالي من الأمراض والجراثيم وهالأشياء. نعم. طيب مدام بانا، قد إيه عدد الحضانات اللي عم تشتغل وعم تساعدكم بهالمشروع؟ نحن سنة الماضية أطلقناها، اكشلي بعد ما صار لها يمكن سنة. نعم. بلبنان في عنا 300 حضانة مرخصة إذا ماني غلطانة، حوالي 300. نعم. لهلا صاروا أكثر من 50 مبلشين بهيدا البروجرام، هو بعد ما صار له سنة، وحتى نحن كماركتينج وكدعايات بعدنا ما عملنا قد ما لازم نعمل صراحة. نعم. بس بتلاقي في إقبال من يعني عم يتصلوا فينا بدهم يشتغلوا هالبروجرام ليريحوا راسهم وليأمنوا، وكمان هيدا ما تنسى الاهل لما يشوفوا هالشهاده هيدا شيء بيطمنهم وبصير بيقول لك انا لا باكد انه اذا بحط ابني بهيك محل اتليست اضمن من انه احطه بمحل منه اخذ الشهاده او ما بعرف على اي اسس عم يشتغل. اكيد. طيب هلا انتم المواصفات اللي بتشوفوها جوا اذا لقيتوا شيء غلط لتصححوه،
انتوا بتصححوا ولا يعني انتوا عندكم الدواء، انتوا عندكم الديترجان او نحن بنكون عم نعمل بروجرام التعقيم الدوري كل شهر، بنجي بنعمل تعقيم كامل هلا، بس التعقيم از نوت انف، يعني مش بس هيدا نحن اللي عم نشتغل عليه، نحن عم نشتغل كمان مع الجاردوري لازم يفحصوا المي دوريا لناكد هالمي اللي عم يستعملوها اللي عم بغسلوا فيها الاولاد كمان سالمه وامينه وما بتاذي. نعم. نحن عم نشوف اذا في حوادث عمل عم بتكون موجوده، مثل اوقات بالحيطان بيكون في حجر، اشياء مدرجه يلي ممكن الولد اذا وقع يعور حاله، الاشياء اللي لها علاقه بكهرباء، بالاشياء اللي ممكن تؤدي للحريق. نعم. اذا في عندهم كل التولز اللي بيستعملوها لحتى فور سيفتي كمان لازم تكون موجوده، سو بنغطي كل هيدول الاشياء، بنشوف كيف بنظفوا، كيف البروسيس تاعيت التنظيف كيف عم بتكون، عم يستعملوا الادوات المضبوطه، في عده امور بنطلع فيها. نعم. ليست طويله يعني، بس انا عم بعطيك الاشياء الميجر اللي. طيب المعنيين اللي عم بيسمعونا اصحاب الحضانات هلا اذا بيتصلوا فيكم كيف فيهم يتواصلوا معكم؟ اكيد فيهم يتصلوا فينا على الشركه، على شركه. نعم. بويكر. نعم. بتحب في رقم التليفون موجود هون؟ اكيد 01 285 111 285 1111. نعم. وفي ويب سايت؟ وفي ويب سايت بويكر.com. بويكر.com يعني بي او اي سي كي اي سي كي اي ار .com. طبعا فيكم تفوتوا، وفي كمان مراكز. وما بدي انسى اقول انه كمان هيدا البروجرام نقابه اصحاب دور الحضانه كانت كثير متعاونه بهذا الموضوع، وهي يلي عملت اذا بدك هال يعني التعاون بيننا واطلقت هيدا الشيء معنا مع تحت رعايه وزاره الصحه. سو من جهه الحضانات هن كثير عم بيكون في عندهم هالاندفاع انه يشتغلوا على هالبروجرام، مقتنعين فيه. سؤال صغير، بالنتيجه اللي بنحصل عليها هل تكلفة كبيرة؟ يعني النتيجة ممتازة ولكن صراحة مش كتير كبيرة نسبة للنتيجة اللي عم ياخذوها وللأمان ولقدي هيدا الشيء عم بيجذب لهم يمكن أولاد أكتر يتسجلوا. صح. وكمان حجم النيرسري بيختلف من محل لمحل، يعني في نيرسريز حضانات بتكون صغيرة. نعم. في البري سكولز كمان هلا في منهم بلشوا يشتغلوا، يعني الكي جيز قسم الروضات بالمدارس كمان فيهم يشتغلوا على هذا البروجرام، لانه عم يعني احنا بندعي كل المدارس وكل دور الحضانه انه يتايدوا بهالبرنامج هيدا اللي هو مدعوم من وزاره الصحه مع بويكر. يتصل على 01 285 111. لازم ضروري انه جيل المستقبل وهو جيل الوطن انه يكون عايش بامان بجهاز مناعه قوي بدون امراض، وتكونوا حاطين اولادكم بمكان امن، لان بقضي وقت بالحضانه وبالمدرسه بصفوف صغيره اكثر من بقضي وقت بالبيت. مدام بناء برسلي انا بدي اتشكرك، بذكر انه حضرتك مدير عام شركه بويكر بلبنان، يعطيكم الف عافيه على المبادره الحلوه. لكل المشاهدين نحن وياكم بريك قصير، بعدها بنعود للمتابعه. اولادي بالدنيا خليكم معنا.